ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الاسد ليوم الاثنين 12 ديسمبر كانون الاول 2022. ممكن تلاقي النهارده من السهل انك تعتهد وتقبل كل المسؤوليات في اليوم ده مع وجود جانب من الشمس وزحل في الواقع اللي عندك. انت النهارده في حاله مزاجيه مناسبه هتنظم بيها كل مجالات حياتك، هتلاقي طرق جديده هتخلي بيها علاقتك او حتى مشروع عندك او حتى موقف بتشتغل من خلاله. هتكون النهارده دوره حياتك اكتر مرح من السنه اللي فاتت. العبور ده هيشجعك علشان تحرز تقدم ملموس، هيبقى فيه انجاز كتير من الحاجات اللي عندك. انت النهارده على استعداد علشان تشتغل بجد وتحقق كل اهدافك، حتى لو كان هدفك طويل المدى في الوقت نفسه النهارده مش هتستعجل في كل الامور اللي عندك. الوتيره تعتبر معتدله منطقيه هتبقى بتساعدك علشان تلتزم مع نفسك فيها. النهارده عندك مهمه حتى مع شخص ليك في حياتك هتبتدي تحصل من خلاله على شعور لطيف جدا في التقاء، في تفاهم متبادل ما بينكم وبين بعض. مع كل الاشخاص اللي بتعتبر مهمه بالنسبه ليك هتبتدي تبقى في مطالب لكل الاشخاص اللي حواليك قويه بوقتك. النهارده انت مسؤول بالاضافه لكل الحاجات اللي بتبقى عندك، هتبتدي تشعر بشويه ثقل فيها. بالنسبه لحركه الكواكب اليوم، الشمس بتدعمنا بشكل كبير، هتدعم نفسنا علشان نحقق كتير من الاغراض العمليه اللي بتبقى في حياتنا. الوقت النهارده مناسب علشان نزيد من الوعي الذاتي اللي عندنا، هيؤدي كل ده لخطط كتيره واهداف واقعيه هيبقى ليها تاثير حلو جدا قدامنا على الارض. هنولي كل اولوياتنا اهتمام اضافي علشان نبذل قصارى جهدنا لنوصل لهدفنا. هنبقى بنفضل كل التحركات المتحفظة والأمنة. البطء النهاردة والثبات بيناسبنا بشكل كبير، هنبتدي نشعر بأننا متأصلين مستقرين، من السهل أننا نلتزم بمهمة معينة هنحرز من خلالها تقدم كبير. نظرا للجانب العملي وقيود الوقت اللي فيه، الطاقة هتخلينا نعرف نخطط بشكل كويس. هتدينا الشمس النهاردة وزحل إحساس حلو بالإيقاع، وهيساعدنا علشان ندي إيقاع لنفسنا. الوقت النهاردة حلو علشان نتواضع أكتر ونصلح من نفسنا بنصائح حكيمة.